بالإضافة إلى سياسة الاحتضان والتشجيع التي لعبتها بريطانيا مع حركات الإسلام السياسي على أرضها وخارجها، فقد عملت على استقطاب المئات من الوجوه المتطرفة وتأمين الملاذ الآمن لها منذ السبعينات والثمانينات. ومن أوائل هؤلاء مثلاً أبو مصعب السوري، مؤسس الجماعة الإسلامية المسلحة، والذي أقام في لندن لفترات متقطعة بين عامي 1993 و 1997، متنقلاً بين لندن ومدريد وأفغانستان، حيث ساهم بتدريب المقاتلين الجدد مع القاعدة، وهو الذي أرسل من لندن أوامره إلى الإرهابيين التابعين للجماعة في الجزائر وفرنسا لاغتيال الرئيس الجزائري محمد بوضياف عام 1992. ومن بين من احتضنتهم بريطانيا أيضاً عمر بكري السوري الأصل، المنتمي إلى الجماعة الإسلامية البريطانية المحظورة المسمات المهاجرون، ومقرها مدينة لوتون، التي كانت تجوبها لغاية منتصف العام 2016 مسيرات شبه شهرية تهدد بقتل المسيحيين وتطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في بريطانيا. عمر بكري هذا الذي كان من أهم الناشطين في جماعة المهاجرين لم تعتقله الحكومة البريطانية بالرغم من مجاهرته بدعم منفذي هجمات 2005 في بريطانيا، وغضت الطرف عن هروبه إلى لبنان في العام نفسه. أما قصة مصطفى كمال مصطفى المعروف بأبي حمزة المصري فتقول الكثير عن غض الطرف عن أخطر المتطرفين. فأبو حمزة المصري مؤسس أنصار الشريعة في بريطانيا قدم إليها بتأشيرة دراسية في السبعينات من القرن الماضي، وتزوج فيها ونال الجنسية البريطانية، وفي عام 1987 توجه إلى أفغانستان حيث التقى عبد الله عزام أحد أهم قيادي القاعدة، وهناك فقد ذراعيه وإحدى عينيه. وينفي أبو حمزة التقارير التي تشير إلى أن إصابته وقعت خلال تدريبه على استخدام المتفجرات. عاد إلى بريطانيا عام 1993 لتلقي العلاج، وخلال عامين ترك البلاد مرة أخرى وتوجه إلى البوسنة وشارك في الحرب فيها، وبات شخصاً قيادياً بين مسلمي بريطانيا. وفي عام 1997 بدأ بإلقاء الخطب في مسجد فينسبوري بارك أمام أنصاره، وأسس ورئس حركة أنصار الشريعة في بريطانيا. وكما تقول بي بي سي، عزز أبو حمزة وضعه في المسجد، وأصبحت البيئة هناك عدائية لأي شخص لا يؤيده، كما منع أتباعه أي شخص لا يثقون به من الدخول للمسجد. وفي مقال آخر ذكرت أنه كان يتم طرد المسلمين المعتدلين من المسجد، كما فتحت لأبي حمزة منابر إعلامية عديدة منها البي بي سي. He is a member of the struggle. I support him. It would be an honor to meet him. Abu Hamza, welcome to the program. كما كان ضيفا لأكثر من مرة على قناة الجزيرة. بريطانيا هي جنة المنافقين، ودافع من خلال منصتها عن الإرهاب. فهذا الإرهاب الذي مقتضاه أن تقوم الدولة الإسلامية وتزول المنكرات ويعز المسلم لأنه مسلم ويحد الكافر من كفره ومنكراته لأنه لا يلتزم بالشريعة الإسلامية، هذا أقره وآمر به ولو كره الكافرون. كما قدمت تظاهرة قادها في لندن تحت عنوان نصرة فلسطين على أنها تظاهرة لعدد من الجماعات الإسلامية وحقوق الإنسان، وأجرت معه لقاء على هامش هذه التظاهرة طالب فيها بأسلمة الصراع، وهو المنحى الذي أضر كثيراً في القضية الفلسطينية لتصويرها على أنها صراع ديني لا حقوقي. ونطالب أن يكون الصراع إسلامياً إسلامياً. وفي الذكرى الأولى لهجمات 11 من سبتمبر نظم مؤتمراً صحفياً في المسجد أثنى فيه على المهاجمين. لم تتحرك الشرطة البريطانية ضده أو ضد المسجد سوى في مطلع العام 2003،
حين تم اقتحام المسجد والعثور على جوازات مزورة وغاز مسيل للدموع وسكاكين ومسدسات حسب تقارير الشرطة البريطانية. الشرطة أغلقت على أثر ذلك المسجد، لكنها لم توقف أبي حمزة المصري الذي استمر في إلقاء خطبه خارج أبواب المسجد كل يوم جمعة، سوى بعد عام حين اقتحمت منزله وعثرت على ما أسمته الشرطة موسوعة الجهاد الأفغاني، وكانت حسب وصفها دليلاً يحتوي على أسماء ساعة بيج بن وبرج إيفل وتمثال الحرية كأهداف يمكن مهاجمتها. وتم تبليغ هيئة المحلفين بأن الشرطة كشفت مخططاً لعمليات إرهابية، وأن الدليل يحوي شرحاً لكيفية وضع خطط لاستهداف ناطحات السحاب والموانئ والمطارات والمحطات النووية وملاعب كرة القدم ومهاجمة التجمعات الكبيرة من الناس في الاحتفالات وبمناسبة أعياد الميلاد. حكم عليه عام 2006 بالسجن لمدة 7 سنوات بعد إدانته بالتحريض على القتل وإثارة الكراهية. ومن بين أشهر من تأثروا بخطابه ريتشارد ريد، الذي حاول عام 2001 تفجير قنبلة أخفاها في كعب حذائه خلال رحلة لطائرة بان آم من باريس إلى ميامي في الولايات المتحدة. كما تبين ومن خلال التحقيقات مع من أدينوا بمحاولة التفجير الفاشلة في لندن يوليو تموز 2007 أن العديد منهم كانوا من متابعي خطب أبي حمزة، ورفضت السلطات البريطانية تسليمه للسلطات الأمريكية التي وجهت إليه اتهامات بأعمال إرهابية عديدة إلا في عام 2012 بشرط عدم إرساله إلى غوانتانامو أو حبسه في أي سجن انفرادي سوبر ماكس. ومن النماذج الصارخة لقادة إرهابيين احتضنتهم بريطانيا أبو قتادة الأردني من أصل فلسطيني، الذي وصفه محققون أمريكيون وإسبان بأنه سفير أسامة بن لادن في أوروبا. لجأ أبو قتادة إلى بريطانيا العام 1993 التي قبلت طلب لجوئه في فترة قياسية هي 6 أشهر فقط بدعوى الاضطهاد الديني، رغم أنه لم يكن من الصعب على السلطات البريطانية أن تعلم، وكما اعترف بنفسه لاحقا في حديث للجزيرة بأنه كان قد سافر قبل عامين من ذلك إلى بشاور في باكستان التي كانت كما قال قبلة الجهاد الأفغاني، والتقى في تلك المرحلة بشخصيات كثيرة منها أيمن الظواهري وسامي السعدي وغيرهما الكثير كما قال حرفيا. وأكثر من ذلك فقد بقي أبو قتادة يمارس دعايته المروجة للقاعدة بحرية لنحو 8 سنوات رغم ورود اسمه في لائحة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الذي صدر عام 1999 والذي يختص بالأفراد والمؤسسات التي ترتبط بحركة القاعدة أو حركة الطالبان. ولم يتم اعتقال أبي قتادة سوى في العام 2001 بعد اتهامه بعلاقته بمنفذي اعتداء 11 سبتمبر ليعاد الإفراج عنه لاحقاً. وفي خبر لقناة بي بي سي العام 2002 لمحت القناة لعلاقة ما بالمخابرات البريطانية بالقول: ومنذ العام 2002 وحتى تسليمه إلى الأردن العام 2013 بقي يدخل ويخرج من السجن في بريطانيا بداعي أنه لم يتم إثبات أي تهمة ضده. وما يدل على عمق علاقته بالقاعدة هو أن تنظيم القاعدة عرض إطلاق رهينة بريطانية مقابل إطلاق سراحه وترحيله إلى مكان يختاره هو، كما كان بين الناشطين جدا في تظاهرات مدينة لوتون البريطانية شبه الشهرية المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية في بريطانيا. ومن الأمثلة الفاضحة جداً أيضاً أنجم تشودري الذي ولد في بريطانيا من أصل باكستاني والذي فتحت له المنصات الإعلامية البريطانية ومارس التطرف بحرية وبرغم علنية تأييده للجماعات المتطرفة واتهامه بتجنيد مقاتلين في سوريا
لم يعتقل إلا في عام 2014 بعد مجاهرته الفاضحة بالولاء لتنظيم داعش الإرهابي. مثال آخر الليبي الصادق الغرياني الذي يعتبر القائد الديني لسرايا الدفاع عن بنغازي المؤيدة من قبل القاعدة، والذي أصدر فتاوى تحض على القتال، وأصدرت القاعدة بيان دعم وشكر له، وهو من الأسماء التي أدرجت على لائحة الإرهاب الخليجية. وأيضاً الليبي سامي السعدي القيادي في الجماعة المقاتلة الإرهابية التابعة للقاعدة، الذي التقى أسامة بن لادن عام 2001. الساعدي عاش في لندن لفترة متقطعة بين عامي 1994 و 1997، وربطته علاقة صداقة وزمالة مع رمضان بالقاسم العبيدي والد انتحاري مانشستر سلمان العبيدي. أما من الأسماء التي ما زالت تعمل حتى اللحظة في بريطانيا وسط استنكار إعلامي وشعبي بريطاني، هو هانس باعي الذي لجأ إلى لندن عام 1994، والذي وضع على قائمة الإرهاب وتجميد الأموال والمنع من السفر بقرار من وزارة الخزانة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، واتهم بأنه المؤثر المباشر على الجهادي جون ومنفذ هجوم سوسة في تونس، كما اتهم بصلته بشبكة إرهابية غرب لندن. وما زالت بريطانيا على موقفها حتى اليوم برفض تسليمه بدعوى أنه قد يواجه الإعدام في مصر، ولكنها في المقابل تتحمل كامل تكاليف إقامته مع عائلته وتقدم له مساعدات بأكثر من 4000 استرليني شهرياً، وتسكنه في منزل يقدر سعره بأكثر من 1,500,000 دولار. أعتقد أن الشيخ أسامة بن لادن كما يصفه أتباع ومحبوه ويعني مجدد الإسلام في هذا العصر، وهو أسد من أسود الإسلام، وما زال يخطب كل يوم جمعة في أحد مساجد لندن وينشر خطبه عبر قناته الخاصة على يوتيوب، وهو نفسه متفاجئ بهذا التسامح الرسمي معه، إذ قال في خطبة له أكتوبر العام 2016: كل ما آتي هذه الجمعة، صدقوني أي جمعة، كل جمعة منذ أن جئت هذه البلاد وأنا أخطب هذه الجمعة، كل جمعة أنظر أنها خطبة مودع، وأرى أننا لن أخطب بعد ذلك، والله أعلم. ولذلك أنا بقول لكم هذه رقم 700، الحمد لله هذه الرقم 790 خطبة. وما زال يحرض بالطريقة نفسها، ففي خطبة له فبراير شباط 2017 قال محرضا على الغرب: وعندهم الجيوش الجرارة وعندهم الأمن والأمان العام، ها كل هذا، حتى إذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم. لاحظ الاستدراج بعد الضيق. نعطيكم مثالا على ذلك في هذه أوروبا والغرب، الناس مفتونة بهم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا، نسوا ما ذكروا به وفرحوا بما أوتوا من القوة والجيوش الجرارة والاغترار بكل هذه القوة، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. كيف ستحدث هذه الأخذة؟ إن أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، وهي فعلا ظالمة، إن أخذه أليم شديد. في ضوء كل هذه المناخات التي توفرت في بريطانيا لنشر الفكر المتطرف، لم يكن من الغريب أن يخرج المئات من مواطنيها للمشاركة في القتال في سوريا والعراق. وفي مقابلة حديثة عبر قناة بي بي سي عن السياسات الغربية تجاه التطرف، استضافت صحفيين أجانب عاملين في لندن، قال الضيف الروسي أن روسيا اتخذت موقفاً حاسماً تجاه عدم استضافة العناصر الإرهابية مثل الإخوان المسلمين، وحذرت بريطانيا من هذا الخطر قبل سنوات، لكن السلطات البريطانية لم تلقي بالاً بهذه التحذيرات. أما الضيفة الإيطالية فقالت:
It's a fact that Italy is the only major European country which has not suffered a terror attack, which means that the possible suspects are identified and removed and even deported even before they start becoming radicalized, which is different from what they're doing in France and Britain, where they tend to have a kind of surveillance. You cannot survey people like that because there are too many. ووفقاً لإحصاء أجراه المركز الدولي لمكافحة الإرهاب في لاهاي في الأول من إبريل نيسان 2016 حول عدد الأوروبيين الذين انضموا إلى صفوف تنظيم داعش أو جماعات متطرفة أخرى في العراق وسوريا، يتبين أن عدد المنضمين من المملكة المتحدة وحدها يتراوح بين 700 و760 مواطناً. وكثير من المحللين لمحوا إلى تواطؤ السلطات البريطانية على إرسال المتطرفين، إما بهدف تفريغ البلاد منهم بعد أن غصت بهم، ومنهم من اعتبر ذلك مساهمة منها في مشروع الفوضى في المنطقة. ومن الأمثلة الصارخة المدعو أبو رميث البريطاني الذي تحول إلى الإسلام في بريطانيا، اعتقل في العام 2015 بتهمة الترويج للإرهاب وانتمائه لتنظيم المهاجرون، لكنه خرج من السجن بكفالة ليهاجر بعد 24 ساعة إلى سوريا مع زوجته وأطفاله الأربعة. وهذا ما أثار استغراب الصحافة البريطانية التي تساءلت عن كيفية خروجه من البلاد رغم الرقابة الأمنية. هذه كانت بعض فصول علاقة بريطانيا بالإسلام السياسي، وهذه كانت بعض نتائجها.